بغيت نعاود لكم واحد المسلسل اللي عشناه اللي سمعناه وشفناه ماشي في التلفازة، تبعناه شوية في التلفازة سمعناه في الراديو، ما عشناه احنا عايشينه وباقيين عايشينه، اللي هو المسلسل ديال المقاطعة اللي بدات من 20 افريل بدات المقاطعة. المقاطعة نعطيكم الحلقات ديالها شنو هما. بدات المقاطعة الحلقة الأولى في هادشي ديال المقاطعة هي الوزير بوسعيد اللي كيقول والناس والشركات كيخلصوا الضرائب ديالهم وكاين شي مداويخ اللي بغاو يقاطعوا المنتوج الوطني. لأن عطيتونا هاد الفرصة خصنا نشجعوا المقاولة ونشجعوا المنتوجات المغربية، ماشي بحال دابا شي مداويخ تيقول لك اودي مقاطعة ديال المنتوجات المغربية لمقاولات مهيكلة ومهيكلة وكتشغل عباد الله وكتخلص الضرائب ديالها. خص يكون عندنا الروح الوطنية تشجيع المقاولة الوطنية والمنتوجات الوطنية. من بعد ما دارت الديكلاراسيون اللي هو وزير في الحكومة في البرلمان بداو الاحسام بعضياتهم، الوزير ديالكم قال ماشي لنا اللي قال، ماشي حنا اللي قلنا، نتوما اللي قلتو. من بعد هاد الديكلاراسيون ديال هو اللي كان قالها جات حاجه اخرى، هو الحكومه تاوح ما هضر، تاوح ما قال حتى شي حاجه، تاوح ما تكلم، حتى واحد ما خرج يدوي ولا يدافع ولا يقول شي حاجه. جا من بعد الوزير الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة من بعد ثلاثة سمانات من بعد ما بدأت المقاطعة جا تكلم هو يتكلم هضر على ما هضرش على المقاطعة ولكن هضر على أنه المصير ديال كل واحد غادي ينشر خبر زائف أو مغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي غادي يكون يتم المتابعة دياله. عندما دعوت إلى الانتباه إلى أن ترويج أمور غير صحيحة وغير زائفة أمر مخالف للقانون، والنص القانوني في هذا الأمر يشمل كل من قام بذلك، كل من قام النص ديال 72 فصل 72 في صيغته وفي أي دعامة إلكترونية وبأي وسيلة بما فيها الحديث في الشارع العام أو، فبالتالي النص واضح. ولهذا دعوت إلى أن حرية التعبير مكفولة، أنا ما كنناقش أن يعبر الإنسان عن شيء، أنا كنناقش شيء آخر وهو أن يروج أمر غير صحيح تكون له انعكاسات على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة البلد. هذه المسألة واضحة، والحاجة اللي خاصة تكون دائما عزيزي دائما بيان سور ما مرتبطاش بواحد الظرف بمقاطعة على مقاطعة. الحلقة اللي جات من بعد هو رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اللي طبعا انه الصفحه تطوى ولانه نشوف الامور هادشي كان وقع في الاول ديال رمضان وي. وكان قال طلب المسامحه يعني تكون المسامحه وانه غادي يديروا واحد الخدمه باش الاثمنه ما يتزادوش في الوضع رمضان وحتى حاجه ما تبدل ولانه المنتوجات تكون كاينه وخصوصا الاثمنه ما يكونش حتى شي تغيير في الاثمنه ولانه الاثمنه تبقى كيف ما كانت. اريد ان اقول بان خصنا نتجهوا نحو المستقبل، أريد أن أدعو الجميع إلى التسامح، وأنا شخصيا كنت أتأسف على بعض التجاوزات وبعض التعابير اللفظية، وأريد أن أقول نريد بغينا هذا الشيء نتلو الصحة ديالو ونشوفوا المصلحة ديالنا جميعا ديال المواطن ديال المواطنة ديال المستهلك وديال أيضا المنتج، والأهم في كل هذا هو المصلحة الوطنية العليا التي نشتغل لها جميعا. حضرات السيدات والسادة، فعلا هذه القضية ديال حماية المستهلك عنده أهمية كبيرة، ولكن بغيت نقول بأن حماية المستهلك فيه عدد من المستويات. الحاجة اللي ما وقعتش، الحاجة اللي عشناها واللي تكلمنا عليها في الشو في البرنامج هنايا اللي ما كانش. من بعد جاء الحلقة اللي الله عشناها اللي هي الدودي هي اللي جات من بعد. الدودي اللي خرج بدا كيدير واحد التصريحات على قبل هادشي ديال رمضان، على قبل اثمنة رمضان، والتصريحات كانت غريبة بالنسبة للواقع، بالنسبة للأرض الواقع، بالنسبة داكشي اللي واقع عندنا حنا هنايا في اللي كنعيشوه. الثمن ديال الليمون، الثمن ديال السردين، الثمن ديال الخضرة، الثمن ديال الفاكهة. كما قلت المراقبة مستمرة طيلة السنة، هي كتشمل كل المجالات. إلا شفنا الدقيق في شهر واحد 8138 كيلوغرام للتعدمات،
إلا مشينا اللحوم والسمك 4046 كيلو، إلا مشينا مثلا العسل والكونفيتير 173. إذا المجالات كلها ها الوثيقة عندي اللي بغا يطلع عليها، شحال من خرجة كانت؟ عدد الخرجات 5439، عدد المواد وزن المواد التي تمت مراقبتها 121306 طن الأطنان هذه المرة. إذن الإدارة خدامة، ولكن أش نقول لكم؟ ماشي تنقول لكم لا كل شيء كنراقبوه، أبدا، راه كما تيقول عندنا المثل راس السراق ماشي أنت كتخطيه، هو كيحدك. إذن الإدارة خدامة، وإذا كان شي عندكم شي ملفات عندنا تليفون، راه عندنا جوج الأرقام بالتليفون، إذا كان اتصال بنا وعطيونا العناوين، والآن الإدارة كتجاوكم على 15 يوم في كل الملفات الأخرى. إذا حنا الأرقام موجودة ومفتوحة 24 ساعة على 24. إذا حنا كنتصنتوا للمواطنين اش تيقولوا، والمراقبة خدامة 24 ساعة على 24 ليلا ونهار. شكرا. إذا كان شي حاجة حتى في الليل. شكرا. أولا هذه مادة مستوردة، وعبر العالم كاين مواد وكاين أدوية وكاين مختبرات اللي مخصصة في هادشي. نهار كتاخد شي قرار خدينا القرار، واش كاين فرق بين الوقت اللي فرنسا خدات القرار وبين الوقت اللي المغرب خدا القرار؟ شكرا سيد الوزير. زاد باش كملها وجملها الحلقة اللي هي الحلقة الأخيرة اللي وقعت، الحلقة هي فاش خرج مع الناس اللي كيديروا احتجاج من الشركة، خرج ووقف معاهم يبدل واحد الكلمة من الكلمات اللي كانوا كيقولوا. من بعد شنو وقع؟ وانه دابا الحلقة الاخيرة اللي احنا عايشينه في هذا الشيء هو الملتبس اللي غيديروه ديال طلب ديال اعفاء ديالو من المهام، من المهام ديالو. اي حاجة اخرى اللي تزادت في هذا في هذا في المسلسل ديال المقاطعة هو طلب واحد الحوايج اللي كنشوفوهم كيدوروا على طلب المقاطعة ديال مهرجان موازين اللي غادي يكون، والناس ما غاديش ما خصهمش يمشيو ليه. هو على راكم شفتوا تباتوا لانه كاين حوايج في البلاد اللي خصها تقاد قبل ما نديروا المهرجانات. اللي هي هضره كانت كتقال مش شحال هذه على مهرجان موازين، من نهار ولا مهرجان موازين كيجيب فنانين كبار ومعروفين ومشهورين بدات كتسمع الهضره هذه ديال خصو يكون خصو ما يكونش، كاين اللي معاه كاين اللي ضد، كاين اللي ما باغيش كاين اللي باغي. و و و تلقيت واحد لا ديكلاراسيون ديال بركيران. رئيس الحكومه السابق اللي تكلم على هذا الموضوع ديال المقاطعه، تكلم عليه هو، سمعوا شنو قال. رأيي قلتو في الاول المقاطعه على واحد جوج ديال المواد الناس عندهم تقدير سياسي لماليهم، هذاك مفهوم. انا اللي بقى فيا بزاف هو هاد المقاطعه ديال الحليب اللي وصلنا فيها الاداء بدينا كناديو الفلاحين ديالنا. اول قبل كل شيء ما كانش شي مبرر، حتى شي مبرر، يعني القضيه ديال 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 الثمن ديال الحليب ما تزادش من 2013، حتى كاع الا كان شي رساله سياسيه راها وصلات شي وقت الناس كيقولوا بركه، حتى المغاربه تيقولوا الا غلبتي عف، الا غلبتي عف. من بعد سولو الصحفي انترفيو في شوف تي في، تكلم راكم سمعتوا مزيان شنو قال. تكلم على انه زعما المقاطعه هذه اللي هو كيهضر على بغض النظر الحليب وما كيهضرش على منتوجات واحده اخرى. غادي دابا انا هادشي اللي جاني شويه غريب في هادشي اللي قال بن كيران، مش حالي ما سمعناش، مش حالي ما سمعناه. كنديروا واحد الانترفيو في البدايه ديال رمضان مع لو سيت انفو اللي ضرع فيه بزاف حوايج اخرين على حياته. اذا بدا هاد الديكلاراسيون الانترفيو داروا على قبل المقاطعه. دابا انا اللي جاني شويه غريب وانه عاوتاني مره اخرى السياسه كتخلط مع حاجه اخرى، السياسه كتدخل في واحد الحاجه. يعني هو الناس قاطعوا على قبل شي مسائل سياسيه، هادشي اللي قال هو دابا سمعتوا هادشي قريب، لانه الناس قاطعوا على قبل شي حاجه في داكشي بو ما عنيناش، ولكن دابا الحليب. فهادشي اللي ما باش نفهموه انايا،
لما شنو كان داك الحسابات ديال الاحزاب واخا هكاك فهمتي دابا هو المشكل واخا تيكون الامر تيهم كل شيء ولا سميتو اي بوف با سونبيشي انهم يقارنوا بين بيناتهم ولا بين العمل اللي داروا داك الحزب ولا داك الحزب الوغ كو في هذه المواقف وفي هذه الظرفيه مثلا خصو يتلغى هادشي ديال الاحزاب ولا سميتو كاملين المغاربه كاملين عندنا مشكل يعني نخدموا ك ك ك كفرقه واحده يعني بلا ما تلوح الهضره لهذا وسميتو سوني با لو مومون فهمتي ديال ان بنادم لي ريغلومون زعما بوليتيك على حساب شي حاجه اللي هي مهمه جدا وخصها تصلح باسرع وقت. دابا هاد الناس هادو مسؤولين دابا حتى واخا عبد الاله بن كيران رئيس الحكومه السابق راه باقي مسؤول حيت فاش كتكون دوزتي رئاسه الحكومه كيبقى زعما مهم كتبقى زعما كيبقى الاهميه ديال داكشي اللي كتقول هادي ديال دابا هادو مسؤولين ناس مسؤولين اللي كتقول مرات كتقول غريب جدا انه تقريبا وبعض المرات كتكون متاكد انت عارف اش خاصهم هما يديروا وما كيديروش داكشي اللي انت كتقول خاصو يدار فهمتي داكشي اللي كتقول خاصو يدار ما كيدارش وبعض المرات كيدار العكس ديال داكشي اللي خاصو يدار ومن بعد قال لهم دابا غنبداو نضروا انا غنقول لك واحد القضيه على جاوبتك عندي واحد السيده هنايا في البيت كتشتغل معنا عندها واحد الاخت في الباديه هذيك الاخت ديالها عندها يمكن واحد البقره كتبيع الحليب ديالها بواحد 30 درهم في النهار ديك 30 درهم بها كتدور الحركه دابا ديك 30 درهم غتمشي ليها يعني هذا ما الشعب المغربي ما يبغيش يضر راسه براسه دابا ولا كيضر راسه براسه انا في تقديري يعني المغاربه على الاقل على الاقل الماء ديال الماء المعلب هذا انا ما كان انا كنشرب الماء ديال الروبيني ما كان ما درش الموضوع وماشي لكن سي اخنوش راه هو والناس ديالو راهما يعني راه قد على شغلته ولكن هذه القضيه ديال هاد الضرر اللي بدينا كنعملوا للفلاحه ديالنا هذا ماشي مقبول. ايه من بعد تكلم على المقاطعه وانا زعما عندي اطلاع راه سولت وكنعرف خصكم الوسط المغربي يعرفوا باللي راه حنا ما تنجيبوش المستثمر الاجنبي لا بصعوبه وهذوك المستثمرين اللي جاو وشراو هذيك الشركه وما تيربحوش داك الشيء اللي كانوا كيتخيلوا انهم غادي يربحوه يعني ما 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 ما, ما, ما غاديش يكون على الاقل ما غاديش يكون المنطقي طول هاد انا كنترشى ان الناس يتعقلوا ويوقفوا المقاطعه ديال الحليب لانه فيها ضرر للاستثمار الاجنبي للمواطنين لهؤلاء الفلاحين الذين يشتغلون الفلاحين كلهم الصغار والكبار. شوف الفلاحه راه صعيبه بزاف وراه الفلاحه غنكون معكم صريح راه الفلاحه حنا الفلاحه تيوجدوا لنا داكشي اللي خاصنا لانه ما كيحسبوش باش ما نقولكش راه حنا كناكلوا المعرق كتافهم وما نزيدوش نكملوا عليهم بركه وانا كنترجى الناس زعما ما هذه المقاطعه هذه ديال الحليب يوقفوها. هذه بعد ديك العصو ديال كانت تبديل ديال السمانه ديال عبد الله بن كيران رئيس الحكومه السابق. دابا جاني غريب وانا علاش على 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 حاجه وحده ما بانش فهم ودخل السياسه في شي حوايج اللي تدخلوا في هادو ماشي هادوك لا دابا غير حيت هو واحد السيده كنتفهموا هاد القضيه لانه واحد السيده خدامه عنده كتعرف واحد السيده مع عائلتها علاش على في هاد الحاله هادي عاد خصنا نراعيو لشي حاجه حتى نكونوا كنعرفوا شي واحد اللي متضرر من هذاك الشيء اللي واقع. المقاطعه وقعت ادارت الناس تضامنوا معاها حيت كاين ناس مزيرين والناس تزيروا هذه الطريقه باش يعبروا على الزيار اللي هما فيه شو وصلوا الرساله ديالهم. دابا حنا ماشي خاصنا ديال هذا ولا الاخر ولا هذاك الدار ولا انا كنعرف واحد عنده فلاح معلوم فلاحه تضروا معلوم اي حاجه كتحبس كتضرر منها واحد اخر معلوم حتى في الشركات اخرى يكونوا الناس تضروا بزاف ديال معلوم الناس اللي داروا المقاطعه اللي مقاطعين ما بغاوش يضروا هاد الناس هادو ولكن كانت طريقه باش يعبروا على شنو بانهم راهم مزيرين وبغاو الامور تقاد بغاو شي حوايج تقاد عامه ماشي غير على واحد خدام عندي انايا كنعرفو كاملين حنا كنعرفو شي واحد اللي خدام في شي بلاصه اللي تضرر بهذا الشيء اللي وقع كاملين كنعرفو اللي تضرر كاين اللي يجرو عليه كاين كاملين كنعرفو ولكن غير علاش ندافعوا على حاجه وحده هذو اللي وجدت لك حسابات سياسيه تما راه السي بن كيران وكون يعقل راه واحد السنين اللور شي شويه راه واقف في المنصه وتيقول الناس واش نسيتو واش ما تعرفوش بقيتوش تعرفوا تصاوبوا غايب
فهمتي هو كان تيهضر على واحد المنتوج نيت هذا المنتوج هذا اللي تنهضروا عليه وكذا فهمتي واليوم تيجي وتيقول عاوتاني العكس ديال داك الهضره يعني على حسب تنقول لك انا على حسب الظرفيه حيت هاد الناس راه تيبقاو سياسيين هي راه مصلحه الوطن ومصلحه كل شيء وكذا هي الاولى وين اللي راه واحد الساعه راه كاين واحد لا كونكورونس ما بين داك الاحزاب دونك الى لقى كيفاش يدق عليه ولا يطيح منه وسميتو في هضرته راه سونون بيش ما غاديش ايه ولكن حاجه عاد اللي سبن كيرانش لاحظنا لانه هو رئيس الحكومه السابق ولكن ما فقداش ليا كيقول لك داكشي اللي باغي تسمع زعما راه كيقول لك داكشي اللي بغيتي تسمع انا داكشي اللي بغيتي تسمع ولكن سي با لا مانيير لا بلوز افيكاس بيرسونيلمون زعما بور مواطن مضرور من هاد بحال اللي قال هو كاينه رساله سياسيه ديغيغ المقاطعه وصلت الرساله مي ابخي شنو الحلول اللي داروا باش هاد المواطن ما يبقاش مضرور دونك لو ديسكور ديالو بارابور لو سوجي اللي هو سوجي كبير بزاف هضره سطحيه ماشي ما كاينش اجراءات اللي هي فريمون كونكريت باش المشكل يديباسا كلشي كيهضر على السوجي مي بيرسون نو في ريان هو حاليا ما يمكن له يدير والو حيت ما بقاش لا هو ما عنده ما عنده يهضر يعني في بارتي ديال الناس اللي هضروا حتى هما هو راه سي كيلكان د انفلونس حيت بقى عندنا راه سي بن كيران ملي كنهضروا عليه راه كان فهمتي راه عنده بلاصتو عندو شوال عندو شوال بقاش دابا في يقدروا الناس يتشاوروا معاه الناس يتشاوروا يتشاور معاه ولكن واحد القضيه باش يقول لك داكشي اللي باغي تسمع راه واحد الوقيته مهم في لا ديكلاراسيون الهضره الا ما عندك ما تقول سكوت فهمتي ما تقول حتى شي حاجه صافي وخليها تدوس يا ستول قول يا خا ما تسونيش ما بقاش عندي هادشي دابا دابا تسد الوزير دابا شتنا ديك الغاسون باه ديال الخلفي على قبل المحروقات قبل بزاف الحوايج حنا راه كنديرو زعما هما كاينين لجنات اللي كي هذا ماشي وقت اللجنات وقت ديال اعطيني دابا شوف عطينا شي حاجه اكسو فوالا بحال قلتي اكسيون عطونا اكسيون تشوفوا اكسيون يمشي مثلا البومبا يشوفها بعينه اكسيون عطونا شي حاجه واجده شي حاجه كاينه موجوده عطونا الناس عيطونا 0 35 300 300 نشوفوا شي حاجه اللي مزيرين من ناحيتها فهمتي اللي تبغى تقد شنو هي 0 35 300 300 لميا ما سمعناكش لميا تحفظ واجب تحفظ لا لان هاد لا ديكلاراسيون ديال بن كيران كتخلي واحد بزاف يفكر هو دابا ملي هضر كموقع ديالو كربما قيادي في الحزب وبالتالي ما تقدر تفهم علاش هو غادي يدافع غير على منتوج واحد والمنتوج الاخرى ينسبها للمواقف السياسيه ولكن في نهايه المطاف ما كيكون كيف ما قالت انايس كيف ما قال كلشي ما كاين حتى شي حل لان اصلا بعد الحل ماشي بيديه هو وحتى باش يقترح حلول ما في يديش دابا حنا خصنا نخرجوا من هذا المجال ديال المناقشه ديال المقاطعه والمناقشه ديال الاسباب ديالها ندوزوا للمرحله ديال هذاك الشيء اللي خصو يدار اكسيون صافي لاكسيون شنو هي دابا نتوما بالنسبه لكم شنو هي لاكسيون فوالا شنو هي لاكسيون 05 30 300 300 شنو هي لاكسيون اللي بغيتو فوالا شنو هي لاكسيون اللي بغيتو 05 30 300 بغيتو بغيتو دابا باش نهضروا عليها كاملين معكم انت نتوما صايمين مع منور على اذاعه الخرجو مرحبا بالجميع عاودت لكم واحد الملسه ديال المقاطعه اليوم يعني من بدات المقاطعه شنو وقع كاع الشيء اللي تقال لي ديكلاراسيون كاع الحوايج اللي بقاو غاديين حتى المسلسل الاخير هو ديال الدولي اللي قدم طلب زعما باش يعفيو من المهام ديالو كوزير من بعد ديكلاراسيون اللي دار هذه السمانه من الويكند اللي فات هو كيدير ديكلاراسيون من بعد ما خرج خارج مع ناس اللي كيديروا وقفه احتجاجيه واقفين معاها اي سمعنا رئيس الحكومه السابق حتى هو عبد الله بن كيران اللي هضر حتى هو تكلم على الموضوع دار معاه انترفيو تكلموا معاه على الموضوع عادي على الموضوع هذا اللي ديال المقاطعه قال على انه انا قال على انه زعما الحليب حيت عنده واحد السيده خدام عنده في الدار وعند الناس ما خصهم يخرجوا على الناس ولكن المنتوجات الاخرى تقطعات زعما يدبوا راسهم موليها قادين عليها موليها قادين عليها شويه تخريب فهمتي في هذه القضيه ديال دافع على حاجه وحده ما دافعش على حاجه اخرى هو اصلا دابا خاص الواحد يكون يفهم شنو مورا هذا الشيء شنو مورا المقاطعه المقاطعه ماشي حيت كاين اللي كان كيقول علاش المنتوجات اللي تقطعات ولا ماشي منتوجات اخرى راه جات فيها دقه جات في هذيك المنتوجات جات في لي مارك جات فيهم دقه حيت هما دي مارك اللي معروفين بزاف اللي الناس كيخمو فيهم بزاف اللي الناس كيشوفوهم بزاف امبليماتيك ودوك دي مارك دوك جات فيهم دقه ما هي موراها شنو كاين واحد الزياره الناس بغاو يتخفوا شويه اي دابا خاص لاكسيون حيت حتى الوزير الخلفي قال على انه غادي دار واحد راهما كيخمو دابا كيديروا ماشي كيبقاوش تخمو دابا ماشي وقت تخمام الليجان هذا وقت دير هذا وقت جلسوا دير 8 الصباح 10 الليل تخرجوا بشي حاجه صافي تجمعوا كاملين قلت لكم انا شحال هذه عقلت قلت لكم يديروا شي برنامج
يجيبوا كل شيء جلس دايره كل شيء جالس كل شيء كلنا جالسين كل شيء جالس يلا زيت يلا كل شيء جالس دابا اش غنديروا دابا عطوني لاكسيون 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 اللي باغين نتوما 035 300 300 لاكسيون اللي باغين شنو هي لاكسيون اللي باغي تكون حيت خاص لاكسيون خاص شي حاجه اللي دار